مارك زوكربيرغ قبل أسابيع قليلة قام بطرح تطبيق جديد اسمه تريدز. هذا التطبيق الذي يطمح إلى منافسة تطبيق تويتر في خضم الصراع الذي يحوم حول يعني إنجاح التطبيقات على الويب، وخصوصا أنه من المشاريع اللي أصبحت الآن كتحقق واحد يعني رقم معاملتي كبير هو تطبيقات السوشيال ميديا. فبطبيعة الحال تطبيق تريدز لمن لا يعرفه هو تطبيق منافس لتويتر. هذا التطبيق هذا كيجيب ميزات اللي ما كايناش في تويتر، وكي يستافد من أخطاء فادحة وقعت فيها تويتر مؤخرا، خصوصا بعدما تم الاستحواذ عليها من طرف إيلون ماسك، بحيث أن تطبيق تريدز كيمكن المستخدمين اولا من انهم يستافدوا من ميزه يعني عدد الكلمات، لانه كما كنعرفوا فتويتر كيحدد عدد الكلمات في 280 كلمه اللي ممكن انك تشاركها، مقارنه مع تطبيق تريدز اللي ممكن انك تشارك اكثر من 500 كلمه. اضافه كذلك الى ميزه يعني التوثيق، بحيث أنه في تريدز ممكن أنك تستفد من التوثيق. إذا كان عندك حساب إنستغرام موثق فمباشرة فحسابك على تريدز هو موثق، لكن بالعكس في تويتر كما شفنا أن إيلون ماسك الآن كيطالب يعني أنك تدفع فلوس باش أنك تستفد من هذه الميزة. طبعا الحال كتعزو الان تقريبا كنهضروا في اكثر من 110 مليون مستخدم لتطبيق تريدز، يعني في ظرف اسابيع هذا واحد النجاح اللي كبير، يعني في الاسبوع الاول تقريبا شي 10 الملايين. نعم يمكن الجمعه الفائته كانت واحد 10 الملايين، دابا تنهضروا في واحد 110، يعني رقم كبير جدا، وهذا تيفسر النجاح الكبير لهذا التطبيق. واعزو هذا النجاح بطبيعه الحال لكون انه مرتبط بحساب انستغرام، ف عكس تويتر. فتويتر خاصك تسجل حساب لكن يعني بايميل ومود باس، لكن في تريدز ممكن لك تستخدمه اذا كان عندك حساب انستغرام. ففي استخدام هذا الحساب على الانستغرام هناك ميزه انه كيظهروا لك الاصدقاء ديالك اللي كاينين في انستغرام، وبالتالي تسهل عليك انك تعيد متابعتهم على تريدز. بالنسبه للانفلونسور وبالنسبه للمشاهير فالتطبيق يعني حمسهم اكثر على انهم ينشروا واحد يعني يكملوا نشر المحتوى عفوا في تريدز. وهذا الشيء راجع كون انه مباشره مشهور او لا شخصيه عموميه كيلتحق بتطبيق تريدز كيلاحظ انه عدد الفولورز كيرتفع بواحد الشكل اللي هو كبير جدا غير منطقي يعني. فهذا الشيء اللي كيخلي حتى صناع المحتوى، وهذه يعني واحد الفكره جيده قامت بها شركه ميتا، هي انه عرفت ان سر نجاح التطبيقات هما المؤثرين. فبطبيعه الحال سهلت عليهم انهم ماشي يعاودوا من الاول يبداو ثاني يجمعوا في لي فولوور، بل مجرد انك تدخل الانستغرام تتلقى او مجرد تدخل التريدز فكتلقى واحد العدد كبير ديال لي فولوورز كيتابعك، وهذا الشيء كيخليه انه كيشجع يعني الانفلونسر انه يزيد ينشر في هذا التطبيق، لانه المؤثر بشكل او باخر فهو يقتات من اللايكات ومن المتابعات، وهذا هو اللي كيحمسوا على نشر المحتوى. كما قلت ف يعني هذا الصراع لم يعد فقط يضم يعني في العالم الافتراضي ما بين مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، رغم ان هذا يعني الاعلان عن المنازله الكبرى التي الكل ينتظرها كانت قبل حتى الاعلان عن وعلى تطبيق تريدز. وصراحه اتساءل كون ان الاعلان على هذه المسابقه او على هذا اللقاء قبل اعلان تطبيق تريدز فهو امر نوعا ما مشكوك فيه، لانه لا اعتقد ان ايلون ماسك لم يكن على درايه بان مارك زوكربيرغ سيقوم بطرح تطبيق تريدز وعليه. فاعتقد انه يعني هل هذا الاعلان على هذا النزال قبل اطلاق تطبيق تريدز، فلكون ان ايلون ماسك كان على درايه بانه سيتم اطلاق هذا التطبيق وبالتالي اراد الانتقام بشكل يعني في ارض الواقع عوض الالتجاء الى القضاء، رغم انه كذلك سمعنا على ان ايلون ماسك يقوم برفع دعوى قضائيه ضد مارك زوكربيرغ كون انه يتهمه بانه يعني قام باستقطاب عمال او موظفين سابقين في تويتر واخذ الاسرار يعني تويتر منهم التي يعني تم توظيفها في تطبيق ثريدز. فأعتقد أن هذا الإعلان على النزال الكبير الذي الكل ينتظره سيكون بطبيعة الحال بسبب هذا، يعني بسبب إطلاق تطبيق ثريدز، ويعني الكل ينتظر ما سيسفره هذا النزال هذا. أعتقد أنه إيلون ماسك إذا لم يقم بمراجعة الأخطاء المتوالية التي يقوم بها في يعني نحو منصته تويتر، فست يعني هذه المنصة ستدمر، لأنه احنا كنلاحظوا دابا الشكل الذي أصبحت عليه هذه المنصة. أي نعم تنلاحظوا على أن إيلون ماسك هو كيفكر بواحد العقلية ديال الاستثمارية بواحد الشكل كبير دون مراعاة للمستخدمين. هو ليس معقد، هي غير مسألة ولف. الناس أكثرية ما تيخدموش بتويتر، باش نكونوا صراحة أكثرية ما تيخدموش بتويتر. فئة يعني فئة من المغاربة هي اللي كتخدم بتويتر او ما يصح عليها بالتويتوما، يعني هما اللي كيخدموا بتويتر. ما فئة كبيرة ما كتخدمش بتويتر. غير باش نرجع لك لمسألة ان إيلون ماسك يعني خدام بواحد العقلية ديال مستثمر. انا حط ملاير ديال الدولار وكنشوف راسي انني غادي يضيعوا لي فلوسي، لانه داك الاستثمار اللي دار خاصو يرجع فلوسو دغيا. فبدا تيفرض بزاف ديال القوانين على تويتر باش او يعني باش يرجع فلوسو دغيا، وهذا الشيء اللي خلى ان تويتر بدات كتشوتي. في مقابل ان مارك زوكربيرغ الى حدود الساعه، وهذا الشيء غير حيت لان التطبيق جديد، باقي كنلقاو انه ما كيبانوا لا اعلانات، ما كيبان يعني ما تيتمش تقييد المستخدم، وتطبيق ديك الراس الماليه البشعه باش انه يرجع فلوسو. فهذا الشيء اللي كنعتقد انه إيلون ماسك الا ما حاولش انه يراجع مواقفه من 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 طريقه الاشتغال ديال الفريق ديالو في تويتر، فغادي تكون بطبيعه الحال النهايه ديال تويتر كما كانت النهايه ديال مجموعه من الشركات الكبرى. كنشوفوا من يتذكر نوكيا في المجد ديالها اللي كانت، من يتذكر إريكسون، من يتذكر يعني كانوا هذوك شركات في المجد يعني في قمه العطاء ديالهم، ولكن لان التسيير كان سيء وقصوا حيط الراس هي اللي خلاتهم انهم يسقطوا. فكما قلت انه تويتر الا ما حاولتش انها تصلح ما افسدتها قبل اشهر، فراه غادي يكون النهايه ديالها لا محاله. فلا اعتقد انه ضروري ان تويتر ستحاول اصلاح ما افسدته، وتحاول انها تكون شويه سوبل مع المستخدم باش تعاود ترجع الثقه ديال الناس لتويتر، وتحافظ على الجمهور ديالها في تويتر. كما سبق لكم وذكرتم ان الجمهور ديال تويتر ماشي نوعا ما هو الجمهور ديال فيسبوك ولا انستغرام. كتلاحظ ان الجمهور ديال تويتر شويه ماتيور، شويه يعني ما كاين نخبوي نوعا ما اذا صح القول. ولكن حتى لان حتى صناع المحتوى في تويتر، لان تويتر ما غاديش تخلصك على تويتر ولا شي حاجه، مقارنه ملي كنمشيو لفيسبوك ولا انستغرام فكنلقاوها انها كتخلص. وهذه القضيه ديال المال راه كتلعب دور كبير، لانه كتخلي من هب ودب يذهب الى انستغرام وفيسبوك ويوتيوب، لانه بطبيعه الحال تما كاينين الفلوس. اما تويتر ما كاينه فلوس، يعني الا ما كنتي نيت باغي فريمون تشارك الفكره وباغي تشارك معلومه او لا باغي تشارك وجهه نظر او لا اعلان او لا غير ذلك، فراه بطبيعه الحال ما غاديش تلقى بلاصتك يعني في انستغرام ويوتيوب وغير ذلك. هذا لا يعني انه بطبيعه الحال انا مجموع هاد لي زانفلونسور او لا حتى الاعلام يعني ما كيستخدموش يعني انستغرام وفيسبوك وهذا. ولكن كما قلنا فتويتر نوعا ما هو واحد المصدر ديال المعلومه ومشاركه الافكار فقط لا غير، يعني سواء كانت يعني بغض النظر عن المنظور الربحي. وبطبيعه الحال التطبيق او لا ميتا ما تم اسم، علاش تبدل الاسم ديالها الميتا؟ لانه بطبيعه الحال اصبحت فيسبوك تستحوذ على مجموعه من المشاريع، وبطبيعه الحال ميتا هي عباره عن واحد الاخطبوط رقمي لن يتوقف، ويعني سينتج وسيستحوذ. وغير هو كما قلت يعني وكما سبق لي وذكرت على ان حتى نجاح تطبيق تريدز هو نابع من القاعده الجماهيريه الكبيره جدا اللي كاينه في انستغرام، لانه تريدز ما يمكنش لك تدخل ليه الا كان عندك انستغرام. فبالتالي انت كتفرض على يعني ملي كتدخل بانستغرام، يعني كيتفرض عليك انك تدخل بانستغرام وتيتم استغلال الاصدقاء ديالك، وانت كتفولوي اصدقاء ديالك، يعني تهز هذاك الجمهور من انستغرام تحط في التريدز. وبالتالي هادشي اللي كيفسر علاش تطبيق تريدز نجح بواحد الشكل اللي هو كبير جدا. ايلون ماسك لا اعتقد انه عنده الجمهور اللي كاين عند مارك زوكربيرغ. فمارك زوكربيرغ كيستافد من مجموعه من المنصات، عنده فيسبوك، عنده انستغرام، عنده واتساب، يعني هادو كلهم تطبيقات اللي يعني بغى ينتج شي حاجه في المراسله الفوريه راه هو عنده واتساب، بغى ينتج شي حاجه يعني احتكر المجال الافتراضي. اللهم الا كان غادي يتنافس مارك زوكربيرغ مع ايلون ماسك بدا يصيفط هو الصواريخ، هذه هضره اخرى. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.